العطلة الصيفية مهمة كتير أكيد لنكون عم نرتاح مش بس جسدياً إنما نفسياً كمان إذا عم نحكي عن التلاميذ، لأن إحنا ما عنا عطلة صيفية للأسف، إنما بالبلاد المتحضرة ببلاد الغرب دايماً العطلة يعني محددة وواضحة. لنشوف أهمية هالموضوع إنه يكون عنا واضح قديش هي عطلتنا وكيف لازم نمضيها. مع دكتور ديزيريه قصدي اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك كاتيا، عجبتني المقدمه كثير تبعك، مش مهم ضربت كذا فلاش نفسيا يعني. اكيد هو لازم انه نحن بعد ما عطلنا على فكره يعني ولانتم كمان هلا طبعا ضروري العطله. من بعلم النفس على طول بنحكي عن اهميه العطله، هو العطله مثل واحد بيعمل بوز حتى يرجع يشرش، حتى يرجع يقدر يعطي من اول وجديد، لانه بالنهايه انه واحد يعطي كل الوقت انرجي ويعطي كل الوقت وتحت ضغط معين بيوصل لوقت انه ببطل عطاء مثل ما لازم، او قد ما كرس وقت وقد ما كرس ساعات ببطل قادر يعطي بذات الطريقه. من هيك لا، في اماكن مثل الجامعات والمدارس محددين عطله معينه، لانه بيعرفوا انه هيدا الشيء ضروري انه يقدر الانسان يتجدد ويعطي وهيك بيعطلوا كلهم سوا وبيرجعوا بينطلقوا كلهم سوا. يعني هي شغله كمان فيها افانتاج، اكيد شغله فيها افانتاج لانه بكونوا على نفس ال يعني بكون الشخص ارتاح. يعني اذا بدنا نحكي مثلا للتلميذ، إذا بنحكي بتلميذ المدرسة ليه بياخدوا بالمدرسة استراحة أو عطلة؟ مش حتى نعطي دوفور دو فاكانس ويكون كل واحد كل ولد عنده ثلاث أربع ساعات مثل المدرسة ودرست وما درست وخلصت الدوفور دو فاكانس، حتى هو عم يلعب أو هو عم يلهو أو هو عم يحضر تي في أو هو عم يعمل حياة شيء ضلني أذكره كل الوقت إنه عليه فروض إنه ينجزها. العطلة معناتها إني أتحرر من الفروض تبعي، من المسؤوليات، وأهمية الحرية تبعي، أهمية إنه الولد يلاقي حاله حر، انه يلعب حر، انه يضحك حر، انه يعمل اشياء يمكن بحبها ومش قادر يعملها بالشتاء. وهون اهميه الشغله اللي بنقولها دائما للمدارس وللمعلمين انه بليز هدول الفروض الصيفيه ما كثير تنزاد فيها وما كثير تنعطى حتى، وهون عم نعمل ديسكسيون عليها هل لازم تنعطى ولا لا، لانه قد ايه الاهميه حتى الولد يقدر يرتاح. وبقولوا لا اوقات انه بينسى، لا ما بينسى، لانه وقت اللي بيرتاح شهر ونص او شهرين قادر يرجع يسترجع نوعا ما المعلومات يلي أخذها، وبده جمعة جمعتين بيرجع بيمشي حاله، غير ما يكون كل الصيفية قضيناها ما خليناه يرتاح وبالتالي ما بيقدر ينطلق انطلاقة جديدة. الحديث كمان عن أنه ممكن أول 10 أيام بالمدرسة يكونوا استعادة للذاكرة، يعني ما هيدا هي هيك بنعملها، وهيك بلكي يفوتوا قبل بجمعة أحسن ما يكونوا عم يدرسوا 3 أشهر. أكيد أفضل ما يضلوا يدرسوا 3 أشهر، شغلة فيهم يعملوها بثلاث أيام بس كوني أكيدة بيخلصوا 3 أشهر وآخر يوم رح يعملون لأنه ما حيقدروا يعملون. من هيك حتى بغير أشغال، حتى بدنا نحكي عن العطل، ليش بنقول العطلة والسفر أو العطلة ونروح لمكان جديد. على طول بالحياة نحن بحاجة كاتيا لتجدد، بحاجة دايما لنشوف أشياء جديدة، نتعرف على عالم جديد، نتعرف على محيط جديد، على شيء بعد مش شايفينه، العين تنظر لأشياء جديدة. من هيك بتلاقي أكتر شيء بشهر يمكن آب أو غيره بسافروا الناس، ليش؟ لأنه هن بحاجة إنه يشوفوا ناس جديد، إنه ينفتحوا على محيط جديد، لأنه إذا ضليتي بنفس المجال بتكوني ما أخذتي أشياء جديدة وما ريحتي حالك تتقدري تطلعي على العالم من أكس جديد، لأنه أنت وبالموضوع ذاته إذا كنت عم تعالجي موضوع بالحياة اليومية بس تكوني عم تاخدي قرار دغري بوقته بتاخدي شيء وبس تبعدي عنه يومين أو ثلاثة بتاخدي قرار مختلف، لأنه بتشوف الأشياء من وجهة نظر أخرى. وبالتالي نحن وقت بنقول خدوا عطلة فينا نسكر تليفوننا حتى ونروح على بلاد جديدة أو نروح على منطقة حتى بلبنان مش ضروري برا جديدة، مهم نكون عم نتمتع بهيدا الشيء جديد وقادرين أنه نرجع نفكر بالاشياء من طريقه مختلفه. واول شيء بدي اقوله يمكن هون يتفاجئ فيه، اكثر شخص نحن بنحبه بحياتنا ولازم نختلف فيه هو نفسنا، مش معناتها الانطواء، لا معناتها بهيدي الراحه لازم ناخذ يوم او اثنين او ثلاثه كل حدا بنظمها مثل ما هو بده او اكثر لنفسنا، نعمل اشياء
عنا مواهب فيها، عنا حب إنه نعملها، وما عنا بالوقت الطبيعي وقت إنه نعملها. طب يعني الأم لازم ناخدها لنا، لازم ناخد فرصة لنا، فرصة مع الأولاد وفرصة بلا الأولاد، لازم ناخد فرصة كل حدا لنا، الأم والبي وكل حدا منا لازم ياخد فرصة، يمكن ياخدها نهار بس يسترجع مع حاله علاقته بذاته، وبعدين بيرجع ياخد فرصة مع الناس يلي بحبهم، اللي عادة عائلته، لأنه عائلتنا هن أكتر ناس بحاجة إنه نسمع لهم بهيدا الوقت، وبحاجة إنه نعيش معهم. لأنه بتعرفي أكيد أنت حضرتك أم، وبتعرفي أنه بالشتاء أو بمحل العمل ما عندك وقت كتير أنك تتسمعي للآخر لقصص أولادك اللي بتشوفيها أوقات عادية، أو تسمع يمكن لزوجك الإصغاء الكامل لأنه عندك كل الوقت. لا، هيدا أخذ الوقت، أخذ الوقت تنسمع على الآخر، تنرجع نتعرف عليه، لأنه كل حدا منا تجدد واختلف، كل حدا من الاولاد، كل حدا من الزوج او الزوجه بيكون عندهم تجدد بهالسنه. من هيك بهيدي العطله بليز اول شيء نرجع نجدد علاقتنا بنفسنا، شوي نحكي مع حالنا، يعني نقعد مع حالنا، وكمان نقعد مع الناس يلي بنحبهم مين ما كانوا، بس نختار ناس بنحبهم وبوزيتيف إيجابيين، نقضي عطلة لو وين ما كان، نعرف نضحك فيها، نعرف نرجع نجدد الأمور فيها، ونشوف الأشياء الصح يمكن والأشياء الغلط. يعني بهيدا المحل يكون هو نوعا ما طريقة للنظرة جديدة للحياة. بس تنرجع يعني أهم شيء بالعطلة الصيفية بالنسبة للعائلة هي الدروس، يلي يعني عن جد بتكون كتير مشكلة في حال مجبورين فيها، يعني في أوقات مجبورين فيها، هون كيف الإدارة لحتى ما يكون فيها الضغط الكتير كبير على العائلة؟ هلا أنت قلت للإدارة أهم شيء إنه نوصل الصوت كمان لإدارة المدرسة إنه هيدا الشيء صار أوقات يعني آخر أسبوعين بالفرصة بيكونوا نايتمير، أوقات الأهل بيعملوا، أوقات الأهل بيعملوا لدوبار دوباكوس لأنه بلاقوا إنه ما قدر الولد يعملهم، يعني أوقات كثير هيك بصير. بقى الإدارة بدها تكون متفهمة كمان بالمدرسة إنه إذا زادوه عليهم للتلاميذ ما رح فيهم، ما بيكون شيء هيدا جيد بالنسبة لهم، لا ناحية العقلية ولا ناحية النفسية ولا أي ناحية معينة. وبالتالي نحكى مع إدارة المدرسة إنه ما تكون كتير، إذا بتكون في دروس ما تكون ضاغطة، وتنعمل مبدئيا بطريقة إنه هالجمعة أو هالجمعتين ما بنفتح فيها ولا كتاب. يعني عنا أسبوعين حبوا العيلة إنه يسافروا أو حبوا يقضوها بالجبل أو وين ما كان، إنه هيدا الأسبوعين من السنة ما بينفتح فيها كتاب، يعني لأنه الولد بحاجة عن جد لعلى القليلة أسبوعين أو حتى لشهر إنه يشرج، إنه ما يفتح فيها كتاب، إنه ما يكتب، إنه ما كتير يعني بالأمور اللي فيها. في أوقات حتى الولد اللي بيحب يقرأ بتكرهيه بالقراءة لما بيكون في كتب وين ما كان كل الصيفية. ما فيك تفرض القراءة على ولد، القراءة لأنه هي للاكتشاف، بس تقولي له نقي كتاب، بس أنت تاخديه لمحل وتقولي له نقي كتاب للولد، وهو ينقي عن حدا بحبه أو عن شيء بحبه شو ما كان الموضوع، تقولي له خبرني عنه شو رأيك بهالشيء، بدك تعملي معه ديسكسيون للولد على هالموضوع. بس أما تقولي له خود كتاب 500 صفحة أو شو بعرفني 200 صفحة وعمل له ريزومي، هذا الشيء طبعا ما رح يعمله. بس إذا أنت بالبيت حاولت أنت وعم تعملي معه مثلا مشروع إنه تحكي أنت وياه وتقولي له خبرني عن الشخص اللي قريت عنه، اللي أنت كان عندك هواية إنه تقرأ عنه شو طلع، لأنه كمان في شغلة تانية إنه مش كل الناس بحبوا القراءة، مش كل الأولاد بحبوا القراءة، يعني ما فينا نجبر كل حتى اللي بحب القراءة بده يقرأ الكتاب اللي أنا نقيته اللي وعلى طريقتي، يعني اللي هو نقي أكيد هيدا المفروض بده ينتظر أسئلتي، مش هو كيف عم بيقيم هالكتاب ولا كيف عم بيشوفه. طبعا لازم نحط على الريتم تبعي كمان باختيار الولد، يعني يكون الكتاب مش هيدا الكتاب المعتمد، كتاب من اختيار الولد، بس بدك يكون الأساتذة أوقات قارين كل الكتب كمان، هون عندك الديفيكولتي. يعني لو كان بلكي بيكون مطلوب إنه اختاروا كتاب أو كتابين وقروهم، يمكن بتكون أحسن بكتير من كل هالشغل على الدوار دو فاكونس يلي بياخد شغل من قبل الإدارة ومن قبل الأساتذة وبعدين بيرجع في يعني عليه عقاب وإلى آخره، يعني كل هالخبرية كلها. هيدا كله سيستم التعليم اللي عم بتفوت فيه طبعا، هيدا من خلال العطلة أكيد كتير في إعادة دراسة لهالسيستم، لأنه ما فيني أنا خلي كل الأولاد بحبوا القراءة، ولا فيني خلي الأولاد بحبوا كلهم الحساب المات، ولا فيني خليهم كلهم بحبوا
سيونس، يعني هون بدنا نعطيه شيء فاريي، وكمان بذات الوقت ما عم نخليه مثل ما قلت لك يحس بهالتحرر، لانه الحريه هي العطله. بس كون انا عم بعيش اشياء بحريه كنت حابب اني اعيشها وما قدرت اعيشها، واذا ما سمحنا الولد يكون ذاته الشخصيه تبعيته ما في يرجع يعطي وينخرط بالسيستم سكولير ويعمل ادابتاسيون. الولد بحاجه لثلاث اشهر، ما عم تكونوا ثلاث شهور كاتيا، يعني اذا درست يوم مضبوط بكونوا شهرين شهرين ونص، اكيد بحاجه لشهرين، اكيد بحاجه لعمر هو بحاجه لهالوقت، اكيد حتى الولد بحاجه لشهرين باي عمر اللي كان، وبحاجه كمان لعيد الميلاد ياخذ 15 يوم او 20 يوم، وبحاجه لهالمحطات، لانه بلبنان خاصه في ضغط كثير بالسيستم سكولير، في ضغط كثير ومتطلبات كثيره، أوقات الأولاد ما بيعوزوها بعدين، يعني بيطلبوا منهم أشياء، أوقات مهارات، أوقات بعدين ما بيعوزوا يعوزوها، يعني ما عم نعرف نعمل لهم أوقات أدابتاسيون لهالمهارات. العطلة الصيفية بتخلي الولد أكثر هالمعلومات والكولتور يلي عم نعطيهم إياها، كان سواء بالتاريخ أو الجغرافيا أو التربية أو الحساب الرياضيات أو أي شيء اللي كان، بنخليه أكثر بس يرجع له يرجع يقدر إنه يتعامل معه. يعني لأنه نحن ما عم نخليه للولد قاعد بغرفة ما عم نعمل له شيء، مش هيدي هي العطلة إنه نزربه بالبيت قدام آيباد أو قدام تلفزيون. بحب هون يوضح العطلة هو إنه نمرق وقت مع الولد، نحكي نحن وياه، نعمل مشاريع ما كنا عاملينها بفترة الشتاء لأنه ما فينا نعملها، يعني نظهر الولد، نرجع على احتكاك الولد أو الشخص أو أنا أو أنت مع الطبيعة، مع الطبيعة، مع الأشياء الحقيقية. هيدي الحرية، هونيك العطلة تعني الحرية ومش الحبس ضمن إطار بيت بس إنه ما يعمل فيه الولد غير الأشياء المحدودة. هوني هيدا شيء كتير غلط، وللأهل يلي بيشتغلوا، لأنه كان لازم رح تسأليني هيدا السؤال كاتيا، هون للأهل يلي بيشتغلوا بدي جرب قد ما فيني كرس وقت لهالولاد اللي بالبيت، بدي جرب أنا كمان أتحرر من المسؤولية، وعنا أوقات فرص يعني نخليها للصيف حتى نقدر نعمل مشاريع سوية. وهيدا الشيء دايما ننصح فيه بعلم النفس، لأنه بتعرف السيرك الفيسيو هو المرض النفسي بيجي من السيرك الفيسيو، دايما بعمل ذات الواجبات، دايما حياتي الروتيني، دايما على بكره بدي اقوم وبدي اروح على المدرسه وبدي ادرس وبعد الظهر كمان، هيدا الشيء بوقع بامراض نفسيه، بوقع بمرض الوسوسه، بوقع بكثير امراض. بس غير السيرك انا عم بتحرر، يعني انا عم بشوف الاشياء بطريقه منفتحه، وهيدا الشيء بيساعدني للنمو العاطفي والنفسي السليم لإلي. يعني هيدا الشيء مش انه هيك نعمل شهرين بالصيف لانه شهرين بالصيفيه، لا، نعملت لانه ضروري اني غير هالسيرك يلي بوقعني بمشاكل حياتي الروتينيه ما بتسوى للحياه النفسيه تبع الانسان، ما بتخليه انه ينضج عاطفيا ونفسيا بطريقه سليمه. حتى يعني المراهقين يلي اوقات هن بيكونوا بحبوا انه يكونوا لحالهم او عندهم مشاريعهم الخاصه، مهم انه بهالفرصه نكون عم نجمعهم مع العائلة، يعني شغلة كثير مهمة. هلا بدون نفرض عليهم، اكيد مش كيف دائما بنقول، بس اوقات كثير عن جد المراهق ما بيكون عارف، هلا مش عم بحكي عن كل يوم، بس اوقات كثير في اجتماعات عائلية ما بيكون عارف قد هي مهمة بالنسبة له، اوقات بالتمني مش بالفرض، بتحس انه يمكن بالاول تلكأ لانه هو هيك عنده هالفترة اللي عم يمرق فيها، بس لما ببلش نهاره عن جد بيكون هو كتير عم بيستفيد، هو كتير مبسوط ومرتاح، وكتير شغلة منيحة كمان للعائلة. فرق ما تاخديه للمراهق بفصل الشتاء على محل مسكر على بيت، وفرق ما تكوني بمحل حر وفي طبيعة وفي هالحالة من الصيف. يعني الصيف نوعا ما ليه بناخد فيه فرصة، لأنه في الشمس، في الطبيعة، فينا نستفيد من كتير أشياء. يعني هون المراهق بحب أكتر يشارك عائلته بمحل تشاركوا عائلته فيه، نلحقوا تشاركوا عائلته فيه، يعني هو بحب يروح مثلا يعمل اكتيفيتي سبورتيف، فينا نحن نروح معه، يعني بدل ما هو يكون عم بيجي معنا نحن نروح معه للمراهق. وهون هيدي الشغله كثير مهمه، ومهم نضلنا نخترع شيء نسافر فيه مع اولادنا، بالاخص بالمراهقه، لانه بالسفر بترجع هالاجواء، بس حتى لو محل قريب من بلده لاخرى ولا من منطقه لاخرى، لو بقريه لبنانيه
لبنانية، عندنا قرى معين. لبنانية وعندنا مناطق لبنانية رائعة أكيد. كتير مهم بس أقول سفر، يعني ما نتعم عم بغير أنا من أجوائي اللي أعيش فيها كل يوم لا أجواء أخرى، أو مثل ما قلت لك لقرية هون منعيش جو العائلة، بيكون ترجع العائلة بتتذكر مرحلة الطفولة حتى مع المراهقة، وحتى بس يكبروا الولاد وبس تكبر العائلة كتير مهمة هيدي العطل إنه تضل موجودة. دكتور ديزيريه أزي أهلا وسهلا فيك، اختصاصية بعلم النفس وأستاذة جامعية، نتمنى تبدأ فرصتك وتكون فرصة ممتعة. شكرا لك، وقفي هلأ ونرجع متابعة لايف.